شوي أهم توقعات الفلك لمواليد القوس بالأسبوع الثاني من شهر تموز جولاي يوليو 2023. لموليد القوس بدي أقول له بدك تحذر من أي إجراء ببداية هيدا الأسبوع، يعني بين الجمعة 7 والسبت 8، لأنه في معاكسة فلكية بهالوقت. ما تعمل شيء، كون متحفظ وما تقدم على خطوات بدها كتير من الجرأة أو الشجاعة. بهالفترة أنت يمكن تقيم صداقة أو علاقات جديدة ويخفق قلبك باتجاه أحد المحيطين أو المحيطات بك، خاصة بين الأحد 9 والتنين 10. هالفترة هي فترة حظ، يومين من الحظ بيحملوا لك مفاجأة أو جديدة بيسعدك جدا. مارس اللي بينتقل يوم الثلاثة 11 لبرج العذراء بيخفف النمط ويمكن بيحد من بعض الأمال أو بيشعلك مربك أو حائر شوي، خاصة أنه ميركور بده ينتقل بدوره للأسد بين 3-11 والسبب 15. بس بانتقال ميركور إلى الأسد بيكون في جو صاخب أكتر، بس بيعود لك ربما وبيوقظ طموحك. الشمس وجوبيتر بيجعلوك تلهس وراء مكافأة أو جائزة بتشوف إنك بتستهلها وبتستحقها أكتر من غيرك، أو ترقية بتسعى لإلها بكل ما أتيت من قوة وبتسخر جهودك للحصول عليها. بهالوقت بدك تنتبه لصحتك لأنه مارس بيطلب منك هالشي. مع مشهد فلكي آخر دقيق شوي، ما تهمل أي عارض عزيزي القوس، وإذا شعرت بوهن أو بتعب خاصة بين الجمعة 14 والسبت 15 فلازم دغري تستعين بطبيب. هاليومين معاكسين.